مساء الخير، أهلا بكم في أحوال الطقس. شمل طقس اليوم سحبا كثيفة آخر النهار مع أمطار رعدية بالشمال وتساقط البرد بأماكن محدودة، الريح جنوبية غربية قرب السواحل ومعتدلة فقوية داخل البلاد. البحر كان هائجا. أما درجات الحرارة لهذا اليوم كانت بالعاصمة 21 درجة، 23 درجة بسوسة، 22 درجة بسيدي بوزيد، 24 درجة بجابس و24 درجة بتطاوين. التوقعات الجوية اليوم الاثنين: يتواصل الوضع الجوي ملائما لنزول أمطار مؤقتا رعدية بالشمال ومحليا بالوسط والجنوب، الريح من القطاع الغربي قوية قرب السواحل ومعتدلة فقوية داخل البلاد، البحر يكون هائجا. إلى المغرب العربي وشمال إفريقيا، حرارة منخفضة، يعود الطقس مغيما في كثيف السحب بأغلب السواحل الغربية خاصة بالجزائر والمغرب مع أمطار قليلة ليلا. درجة الحرارة تكون 20 درجة بالقاهرة، 19 درجة ببنغازي، 18 درجة بطرابلس، الجزائر 13 درجة و17 درجة بالرباط. أما في الشرق الأوسط وبقية البلدان العربية، حرارة متراجعة بكافة البلدان، أمطار ضعيفة بالدوحة والمنامة وغيوم كثيفة شمال شبه الجزيرة العربية. درجة الحرارة تكون 19 درجة بالمنامة، 30 درجة بالرياض، 18 درجة بالكويت، 17 درجة ببغداد، 12 درجة بدمشق و36 درجة بالخرطوم. مروراً إلى أوروبا، الحرارة شديدة الانخفاض، تتزايد حدة الموجة الباردة بكافة أنحاء القارة، أمطار غزيرة بروما وبلجيكا مع ثلوج كثيفة بالوسط وأقصى الشمال. درجة الحرارة ستكون 4 درجات ببروكسل، درجتين بأمستردام، درجة ببرلين، 6 درجات تحت الصفر بموسكو، 4 درجات ببلغراد و5 درجات بإسطنبول. إلى شمال أمريكا، أجواء مغيمة وأمطار غزيرة بكل من الولايات المتحدة وكندا، درجة الحرارة فتسجل 8 درجات بواشنطن، درجتين تحت الصفر بموريال و11 درجة بسان فرانسيسكو. التوقعات الجوية للأيام الثلاثة القادمة بتونس: سحب عابرة فكثيفة بالمناطق الغربية مع أمطار متفرقة، الريح من القطاع الغربي ضعيفة فمعتدلة، البحر يكون شديد الاضطراب فمضطربا. أما درجة الحرارة الاثنين بين 10 درجات و20 درجة، الثلاثاء بين 12 درجة و21 درجة، والأربعاء بين 13 درجة و22 درجة. غداً الاثنين السادس من شهر فيفري، يكون الشروق على الساعة السابعة وستة عشرة دقيقة والغروب في الخامسة وإحدى وخمسين دقيقة. صورة الشروق أرسلها لنا إيهاب بن عون من جيبس، أما صورة الغروب فتصلنا من صفاقس لشروق بوغرة. أوقات الصلاة اليوم الغد تكون كالتالي: الصبح في الخامسة وتسعة وأربعين دقيقة، الظهر منتصف النهار وأربعين دقيقة، العصر في الثالثة وسبع وعشرين دقيقة، المغرب في الخامسة واثنتين وخمسين دقيقة، أما العشاء ففي السابعة وثمانية عشرة دقيقة. ننتظر تفاعلكم عبر انستغرام تاسعة. شكراً على متابعة برامجنا وإلى اللقاء.